الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال النووي رحمه الله: معناه لا تضارون أصلا كما لا تضارون في رؤيتهما أصلا، باستثناء يعني كلمة إلا كما تضارون، هم لا يضرون. فإذا لم يكن هناك ضرر في رؤيتهما فليس هناك ضرر في رؤيته سبحانه وتعالى، لا يلحقهم ضرر في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة، وكان هنا تمنى يعني إذا وقع يوم القيامة، أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، أو لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وكلهما صحيح. تأنيث أصلا هنا تأنيث مجازي، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب. أنصاب ما نصب للعبادة ونصبه المشركون ليعبدون، والأصنام ما كان على شكل وصورة، على صورة مخلوق يعني. الوثن والنصب لا يلزم أن يكون على صورة معينة، فالصليب مثلا من الأنصاب والأوثان، والقبور المعبودة من الأوثان والأنصاب كذلك. وأما الأصنام فهي التي على صورة معينة. قال: إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. قال: أما البر فهو المطيع، وأما غبر معناه بقاياهم جمع غابر. قال: فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. وهذا في طوائف من اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والظاهر انهم كانوا كثرة، او كانوا الكثرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل اليهود يزعمون بنوة عزير، وان كان عندهم اثبات البنوة على المعنى المجازي كثيرا في التوراة المحرفة. فكل من نسب ابنا لله عز وجل سواء كان على معنى المجازي او المعنى الحقيقي فهو داخل في نفس الوعيد، لانه يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. وهذا دليل على اهمية الاعتقاد، وان الشرك في ما يتعلق بأسماء الله وصفاته بالنسبة للصحبة والولد هو من أغلب أنواع الشرك، حيث إنما ذكر أن كذبهم في ادعاء الصاحبة والولد لله عز وجل، يعني بالإضافة إلى يعني كونهم يعبدون، فهم وقعوا في شرك عبادة غير الله، ووقعوا في شرك نسبة الولد إلى الله عز وجل. ف الذي ينكر عليهم اولا ويغلظ عليهم فيه انهم اتخذوا، انهم زعموا وكذبوا على الله في زعمهم انه اتخذ ولدا سبحانه وتعالى. قال: فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار اليهم: الا تريدون؟ الورود هو المجيء للشرب او اتيان الماء للشرب. فيحشرون الى النار كانها سراب يحطم بعضها بعضا. أما السراب فهو الذي يتراءى للناس، قال النووي: أما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر،
والقاع المستوي. القاع اللي هو الارض المستوية في وسط النهار في الحر الشديد، لامعا مثل الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. فالكفار يأتون جهنم اعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه، يأتون جهنم وهم عطاش فيحسبونها ماء فيتساقطون فيها. واما يحطم بعضها بعضا فمعناه لشدة اتقادها وتلاطم امواج لهبها. والحطم الكسر والاهلاك، والحطمة اسم من اسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها. فيحشرون الى جهنم، دليل انهم لا يذهبون اليها في هيئة يعني مريحة، بل فيها صورة حشر، يحشرون اليها. قال فتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. عامة فرق النصارى تعتقد بنوة المسيح بنوة حقيقية، ذلك انهم يزعمون انه من جوهر ابيه، يقولون اخنوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور، اله من اله، من جوهر ابيه، مساوي له في الجوهر والعياذ بالله. وكلمة الاخنوم بمعنى شخصية، يعني احد شخصيات الاله. فهم يعتقدون المسيح هو الله وهو ابنه، فهو اخنوم له، يعني شخصية من شخصياته، وهي عقيدة متناقضة بالقطع واليقين. وهم متفقون جميعا فرق الثلاثة المنتشرة في زماننا، الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، كلها تعتقد هذه العقيدة بلا تنازع عندهم فيها، ان المسيح ابن الله تعالى الله وخلوه علوم كبير. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار اليهم الا تلدون؟ فيحشرون الى جهنم كانها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. عذاب معنوي بالاضافه للعذاب الحسي، وهو انه اذا كان يتوقع ان يشرب وهو عطشان ويحشر ويدفع في اسوأ حاله والعياذ بالله، يقع في النار فيزداد الما وعذابا. هذا يعني هذا مع غيره من الأدلة القطعية في أن اليهود والنصارى على ما هم عليه من الكفر مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله. قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال النووي معناه رأوه فيها علموها له، وهي صفته المعلومة للمؤمنين، وهي أنه لا يشبهه شيء. وقد تقدم معنا الإتيان والصورة، ذكرنا أن هذا الذي ذكره في معنى هو من التأويل المذموم الذي هو خلاف عقيدة السلف رضوان الله تبارك عليه. وهذه الجملة في هذا الحديث أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، يدل على إثبات رؤية أهل الموقف جميعا لربهم سبحانه وتعالى. أقوى الأدلة على إثبات أن جميع أهل الموقف يرونه، لأنه قبل تميز الأمم كانوا مجتمعين، وإنما بدأ التميز بقول المنادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. المؤمنون لم يتميزوا بعد في هذه اللحظة من المنافقين، وكانوا قبل ذلك قد رأوه، فهذا دليل على أن قبل ذلك كانوا مع بقية الأمم، مع المشركين ومع أهل الكتاب قبل التميز. فهذا أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، صورة قريبة لكن ليست هي، من التي رأوه فيها. إذن كما ذكرنا نثبت لله عز وجل إتيانا يليق بجلاله، ونثبت له سبحانه وتعالى صورا لا كالصور. والحديث
الحديث يدل على رؤية الجميع ربهم، ولكن ليس فيها تنعيم للكفار والمنافقين. قد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، وهي أنها على ثلاثة أقوال، وخلاف فيها اجتهاد، فيه اجتهاد. القول الأول قول الجمهور أنه لا يراه إلا المؤمنون، القول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون لهذا الحديث، والقول الثالث يراه جميع أهل الموقف أيضا لهذا الحديث وهو الصحيح. قال: فما تنتظرون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. قال النووي: معنى قولهم التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم، وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قرابتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم. وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان، فإنهم يقاطعون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد بمخالطتهم، فآثروا رضا الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذا معنى ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه. وقد أنكر القاضي عياض رحمه الله هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم، وادعى أنه مغير وليس كما قال بل الصواب ما ذكرناه، وهو فعلا كلام حسن للغاية. ما ذكره الإمام النووي كلام حسن في معنى الحديث، أنهم يتضرعون إلى الله عز وجل لأنهم يتضرعون ويتوسلون الله بالعمل الصالح. وما هو التوسل بالعمل الصالح في هذا الموطن؟ أنهم فارقوا الناس حين كانوا فقراء إليهم ولم يصاحبوهم لله عز وجل، فكيف يكونون معهم اليوم وهم ذاهبون إلى النار؟ الناس يذهبون إلى النار وتساقطون فيها، فكيف يتبعون من يعبد غير الله عز وجل وهم فارقوهم في الدنيا عندما كانوا محتاجين إليهم؟ فهم أولى أن يفارقوهم اليوم وهم غير محتاجين إليهم وهم ذاهبون إلى النار والعياذ بالله. وهذا دليل على فضل مقاطعة ومفارقة الكفرة والمخالفين لشرع الله سبحانه وتعالى في الدنيا، تحمل الأذى في سبيل هذه المفارقة في المنهج وطريقة الحياة وال يعني معاني الموالاة كلها. فالمفارقة هنا يعني تؤدي المفارقة هناك، والمتابعة هنا المتابعة هنا تؤدي المتابعة هناك. فمن تابع الكفار اليوم وصار منهم معاونا لهم على كفرهم وباطلهم، ومن عاون المنافقين وأعداء الدين كان منهم يوم القيامة ومعهم والعياذ بالله. وأما من فارقهم وتحمل في سبيل الله عز وجل ما يتحمل من أنواع من الأذى الذي ليس بضرر، كما قال تعالى: لا يضروكم إلا أذى، مجرد أذى يزول سريعا ولن يكون ضررا حقيقيا، فيتحمل الإنسان ذلك. وأكثر الناس يوافقون أهل الباطل على باطلهم رغبة في دنياهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهذا الحديث يدل على أن قضية العبودية هي أساس التفرقة بين الناس، إن الله عز وجل جعل الأمم إنما تتبع ما كانت تعبد. قضية العبودية أعظم قضية، قضية توحيد العبادة أعظم قضية يجب أن يدعى الناس إليها ويتميز الناس بناء على ذلك، مع ما ذكرنا من أهمية توحيد الأسماء والصفات. فإن من أشرك بالله عز وجل في هذه أو تلك فهو والعياذ بالله هالك يوم القيامة. قال: فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، لأنهم لا يعرفونه في هذه الصورة، وتعوذهم بالله منه ليس بممتنع، فإنهم يعوذون بالله منه، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، ليس بممنوع. قال: حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، يكاد أن يقول هو في الأصول يكاد أن بإثبات أن وإثباتها مع كاد لغة، كما أن حذفها مع عسى لغة. يعني الأغلب العام إن كذا ما تاخدش أن، وعسى تاخده أن،
عسى ربكم أن يرحمكم، كاد يفعل كذا، كاد أن يفعل، لكن تثبت أحيانا وتحدث مع عسى، عساه ينتصر مثلا، عساه يغلب، عساه يجد حاجة، وينقلب معناه ينقلب والله أعلم عن الصواب، ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي جرى والله أعلم. قال فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ قال فيكشف عن ساق، ضبط يكشف ويكشف. فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة، يكشف عن شدة وأمر مهول، هذا مثل تضربه العرب شدة الأمر، لهذا يقولون قامت الحرب على ساق. أصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به. قال القاضي رضي رحمه الله وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم، ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن طورك ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف، كل ده من تأويلات الأشاعرة. طبعا ابن طورك من كبار الأشاعرة. لا طبعا هنقول كلام ابن عباس حالا دلوقتي، ابن عباس ثابت عنه ذلك فعلا، ولكن ليس على نفي الساق. ابن عباس قال عن شدة الأمر العظيم، ولا شك أن كشف الرب عن ساقه فيه شدة وأمر عظيم، وده المعنى اللي بنؤكده دائما في قضايا الأسماء والصفات، وهو أن الصفة إذا وردت في سياق يدل على معنى معين مستعمل في كلام العرب فهو يدل على إثبات الصفة وإثبات المعنى، ولا يكون إثبات المعنى دالا على نفي الصفة وتأويلها. يعني ده مأخذ غير المأخذ، نقول ان الكلام ان الصفة بعض الصفات قد ترد في سياق معين يستعمل بالإضافة، يعني فيه في لغة العرب، فذكر هذا المعنى من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ليس مبنيا على ما يقوله من اجله الاشاعرة ونفاة الصفات. نفاة الصفات يذكرون هذه المعاني انكارا للصفة، يقولون لا يجوز ان يتصف الرب بان له ساق، لا يجوز ان يتصف الرب بان له يدان، لا يجوز ان يتصف الرب بان له اعين، فهم يؤولون الصفة لانها عندهم من المستحيلات، فيذكرون المعنى الذي دل عليه الساق دون ان يثبتوا الصفة. فما ذكره السلف رضوان الله عليهم ليس تأويلا، ما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس لله ساق ولا يجوز ان يتصف الرب بان له جريحة، لم يقل ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وانما قال يكشف عن شدة وامر عظيم كما ذكرنا، مثل قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان. فالكلام سيق في الرد على اليهود الذين اتهموا الله عز وجل بالبخل، بل يداه مبسوطتان تثبت سعة نفقته عز وجل وكرمه وجوده، بالإضافة إلى إثبات صفة اليدين المبسوطتين، وكما في قوله عز وجل سبح بحمد ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فهذا معنى لا شك يستعمل في الأطلاق بمعنى الحراسة والعناية، وهو في نفس الوقت يثبت صفة العناية، لأن تعليل فإنك بأعيننا ده تعليل لماذا يصبر، لأنه بعين الله عز وجل، فالله الذي يرعاه ويحفظه وينصره. وهكذا في كل المعاني التي وردت فيها الصفات في سياق يدل على معنى فإنه لا يهمل ذلك المعنى. فقوله عز وجل لموسى ولتصنع على عيني، يعني كما قال غير واحد سأل بمرأة منا، وهو يقتضي تمام العناية والرعاية، وأن الله عز وجل رباه وأحسن تأديبه وتربيته، وليس معنى ذلك نفي العين. فهذا الموضع كذلك، فرواية البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد فيكشف الله عن ساقه، فيكشف عن ساقه بإضافة ضمير، بإضافة الساق إلى الضمير، ضمير الغائب، وهو يدل على ساق الرب عز وجل. وقد ذكر البخاري رحمه الله ما ورد في ذكر الساق والقدم، وكذلك يضع الجبار عليها قدمه، وذكر الحديث في وضع الرب عز وجل قدمه على النار. فهذا
وكذا لا في حاجات تمر كما يعني الامر ده بيقول لما تستعمل في السياق ده هي لا تستعمل في المعنى الذي تستعمل فيه الا لمن له هذه الصفة حقيقة فبعضها ورد ما يعني لاستعمال الصفة ظاهرة من غير ايه ان يكون هناك يعني ذلك المعنى الايه الذي يسمونه المعنى المجازي الحمد لله جماعة حتى وجدت برضى انامله في مثلا الحديث ده فوضع كفه بين ثديي حتى وجدت برضى انامله في صدري لا ده يمر كما جاء من غير ايه كلام مش هيتقال له معنى تاني حتى كان له مبسوطة تاني بيقول نسبة صفة اليد ونسبة ايه الكرم والجود قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن يقلبها كيف شاء هو على حقيقته ايضا في اثبات الاصابع واثبات التقليب ان الله عز وجل يقلبها وهي التقليب ده ماخوذ من قوله يقلبها والله اعلم الغرض المقصود ان ذكر ابن عباس رضي الله عنه بالشده والامر العظيم ليس فيه نفي للسهل فلا يستطيع احد من المتكلمين والنفاه ان يثبت عن واحد من السلف انه نفى الصفة انه نفى صفة الرب عز وجل قال القاضي رياض وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة لانه يقال ساق من الناس كما يقال رجل من جراد وقيل ولا تقول وقيل قد يكون ساقا ساق مخلوق جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة كل الكلام ده كلام غير ظاهر وقيل معناه كشف الخوف وإزالة الرعب عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيخضون سجدا قال الخطابي رحمه الله هذه الرؤيا التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤيا التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى وإنما هذه للامتحان والله أعلم وهذه أيضا إكرام لأنهم إذا رأوه على تلك الحال بعد رفع رؤوسهم من السلوت لأنه قال وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة لأنهم يرونه كذلك هذه فيها إكرام للمؤمنين أما الأولى ففيها معنى الامتحان ولذلك صح انها تقع ايضا للمنافقين الخلاصة في قضية الساق اثبات صفة الساق لله عز وجل وكشف الله عز وجل عن ساقه فيه شدة وامر عظيم وامر مهول قوله صلى الله عليه وآله وسلم الامتحان يوم القيامة هو تابع لما كان عليه الناس في الدنيا فمسألة ان يوم القيامة ليس فيه تكليف مطلقا فيه نظر وانما هو تكليف تابع لما كان في الدنيا هم ده تضرعهم لربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال ده تضرع لربنا يعني هم لما قالوا تتبع كل امه مكان التعب والدعوه ربنا سبحانه وتعالى دعوا ربهم على الغيب وهم يظنونه غيره فدعوا ربنا سبحانه وتعالى ربهم زي بالظبط لما الواحد يقول واحد ظالم يقول يا رب انقذنا يا رب من هذا الظالم على الجميع لان الكل ف ها امر في محنه شديده في ناس هتسجد وفي ناس مش هتسجد في هم بعضهم ينقلب ان هو يرجع ويتبع الامم اللي راحت للنار واحد يقول لا نستنى وامر فيه ارتباك عظيم هو دي العلامه اللي بينهم من ربنا سبحانه وتعالى وهذه العلامه محفوظه لفظا ومفهومه ما معنى من غير ان نعرف الكيفيه فلما يكشف الله عن ساقي نعرف انه ربنا سبحانه وتعالى فنزل له سبحانه وتعالى نسال الله ان يوفقنا اليه
لا الظاهر والله اعلم ان بعضهم يكاد ان ينقلب بس ما ينقلبش، اما المنافقين فيظهر الاثر لاحقا عندما يمنعون السبيل. ها تكليف ايه يعني؟ نقصد بذلك ان هو يكلفه بالسجود وهو اصلا تابع لسجودهم في الدنيا، اللي كان بيسجد في الدنيا هيوفق لذلك، واللي كان بيمتنع من السجود مش هيوفق لذلك. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فالظاهر والله اعلم ان الكفار ساعة ما يزجد المؤمنون يتمنون ذلك ويرون ان الامر ايه، يعني لو كان لهم لسجدوا، او يعني لو كانوا يتمكنون من السجود لسجدوا، لان السجود علامة النجاة في ذلك الموقف. والله اعلم. لان الايه اللي في سورة القلم فعلا دليل ظاهر ان هم كلهم بيسجدوا اصلا، مش بس اتقاء ورياء، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون كلهم بيسجدوا ابتداء. والظاهر ان هم الكفار فعلا، والايه مكية ولم يكن هناك نفاق اذ ذاك، فالمنافقون شبهوا الكفار في العجز عن السجود. ها الايه؟ نعم، احنا بنقول الحجب ده بعد رؤيتهم له اول مرة، رؤية العبد الآبق لسيده الغضب عليه ثم يحجب عنهم بعد ذلك. ورؤيتهم اول مرة ليست كرامة وانما ايه، امتحان. وزي ما قلنا هو رؤية الكفار ليعلموا انهم كانوا كاذبين، رؤية المنافقين ليعلموا انهم كانوا كاذبين، ليلقوا ربهم عز وجل يستيقنوا لقاء الله، وهنا تقع عليهم انواع الحسرات ما لا يعلمه الا الله. قال قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما اراد ان يسجد خر على قفاه. هذا السجود امتحان من الله تعالى لعباده، وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى: يدعون الى السجود فلا يستطيعون، اي مش يدعون، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. هي كده صح؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون كما هي. استغفر الله. مع قوله تعالى: ويدعون الى السجود وهم فلا يستطيعون، على جواز تكليف ما لا يطاق، وهذا استدلال باطل، فان الاخره ليست دار تكليف بالسجود، وانما المراد امتحانهم، او نقول المراد تعذيبهم، وهي كما ذكرنا هذا التكليف في الاخره تابع للايه؟ لما كان في الدنيا. وتكليف ما لا يطاق في الدنيا هذا غير واقع، والله اعلى واعلم، لكن قد يكلف الله ما فيه مشقه بالغه من تحمل قتل النفوس ونحو ذلك. اما تكليف ما لا يطاق فهي مساله بين المعتزله وبين اهل السنه على غير ما يفهمه المعتزله، وذلك ان الايمان تكليف ابي لهب بالايمان، او تكليف ابي جهل بالايمان، هل يستطيع الايمان وهو كلف به ام لا؟ فهذا هذه المساله، ان يقال ما معنى الاستطاعه والاطاقه هنا الذي يسال عنه، لان الله قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وما يستطيعون سمع، فسمع الفهم هم لا يستطيعون، فما معنى الاستطاعه هنا؟ الاستطاعه نوعان والاطاقه نوعان. الاستطاعه التي هي سلامه الحواس ووجود القدره، بمعنى سلامة الآلات ووجود العقل، فهذا هذه استطاعة التي عليها التكليف مولودة لهم. وأما الاستطاعة بمعنى خلق القدرة في قلوبهم على الفعل، ساعة الفعل هي استطاعة مع الفعل، الاستطاعة الأولانية دي استطاعة قبل الفعل كما ذكرنا، هي سلامة الأدوات. أما استطاعة التوفيق وهو أن يخلق الله له هذه القدرة الخاصة ساعة الفعل ليفعل،
وتقع في قلبه الإرادة لتتحرك قدرته وإرادته للفعل، فهذه هي التي لا يستطيعها الكفر. فلا يقع في قلوبهم إرادة الخير ولا فهمه ولا القدرة عليه بهذا الاعتبار، وليست هذه مدار التكليف. مدار التكليف على الاستطاعة التي هي سلامة الحواس. فلذلك مسألة التكليف ما لا يطاق دي مسألة لابد فيها من التفصيل عشان ما يحصلش خلط، لأن البعض استدل بتكليف ما لا يطاق ثم وصل من خلال ذلك إلى الجبر، فيقول أن الله عز وجل قد كلف العباد فعلا أن ألقاه في اليم مكتوفا وقال إيه إياك إياك أن تبتل بالماء، والعياذ بالله، وإن جعل العباد يعني لا قدرة لهم على الإطلاق ولا استطاعة لهم، حتى سلامة الحواس يجعلها عديمة الفائدة وعديمة الأثر، فيترتب على ذلك يعني التناقض الفظيع في يعني شرع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كيف يكلفهم الله عز وجل بما لا طاقة لهم عليه بوجه من الوجوه. قد قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم هذا مما تأباه العقول السليمة فضلا عن أدلة الشرع في إثبات الاستطاعة للناس. قال عز وجل ولله على الناس من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فنسب لهم القدرة أثبت لهم القدرة. لذلك المسألة دي اللي هو مسألة التكليف بما لا يطاق، هذا الأمر كما ذكرنا غير وارد على المعنى المتبادل للذهن، وهو ما هو خارج عن قدرة العباد بالكلية، هذا لا يقع، والله لم يكلف نفسا إلا وسعها لا في الأمم السابقة ولا في أمتنا، فإن هذا مما يتنزه الله عز وجل عنه، أن يكلفهم بما لا طاقة لهم عليه ويعذبهم على ذلك إذا لم يفعلوا، وإنما حرم سبحانه وتعالى من حرم استطاعة التوفيق ومع سلامة الحواس مع وجود القدرة التي عليها التكليف. وقد كلف عز وجل عباده ما يشق، نعم هذا أمر قد وقع في الأمم السابقة وجعل عليهم آثارا وأغلالا ووضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال، وكون قوله هنا انه امتحان يتجوز، يعني المقصود ان هو السلود هنا سلود تكريم، لان الله قال الا اذن الله له بالسلود، فهو سلود تنعم للمؤمنين وراحة لهم عظيمة، واما الكفار فعدم الاذن لهم بالسلود فهو حرمان وعقوبة في مثل هذا المقام، وهذا ليس بممتنع، فان من اعظم يعني سعادة المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة سلودهم لله عز وجل. أرحنا بها يا بلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة ونحو ذلك، فهذا سلود تنعم للمؤمنين، ومنع الكافرين والمنافقين منه سلود منعهم منه تعذيب لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم الطبقة، قال الهروي الطبق فقار الظهر، أي صار فقاره واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود، العظام الفقار الظهر إلى العظام التي في صلب الإنسان، هذه لو التحم ببعضها عجز الإنسان عن أن يثني ظهره وعجز عن السجود. بالتالي يقول ثم أعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين، وقد ذهب إلى ذلك طائفة حكاه نفورك لقوله صلى الله عليه وسلم تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى، وهذا الذي قالوه باطل، بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعتد به من علماء المسلمين، كلام غير صحيح، نقل الإجماع وادعاء البطلان هذا غير صحيح، بل المسألة خلافية مشهورة، ولم يزل هناك طائفة يكفي يعني أن ابن فورك نفسه وهو من كبار الأشاعرة العالمين بمذاهب الناس في المسألة نقل الخلاف، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السلف ورجح ما ذكرنا. تقول وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى، وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة ثم بعد ذلك يرون الله تعالى، وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم، وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى. أين هي الدلائل؟ ليس عندهم إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكما ذكرنا هذا لا يمنع الرؤيا ابتداء والحجب بعد ذلك. نعم
هم المنافقون كفار في الآخرة في أحكام الآخرة. صحيح، أنا أقصد أن المنافقين والكفار باب واحد، فليس هناك وجه لإثبات رؤية المنافقين دون رؤية الكفار، لأن إحنا اتفقنا أن حل لأثبات رؤية المنافقين فليست رؤية تكريم، فيبقى نقول بظاهر الأدلة التي في رؤية الكفار كما ذكرنا. وبعدين هو الحديث أي فل ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع أفظننت أنك ملاقي، في الفتنين كفار واحد منافق. قيل لهؤلاء الثاني الأول يقول يا فظننت، فإذا قيل له أفظننت أنك ملاقي فيقول لا يا رب، فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني، والثاني يقول لا يا رب فيقول اليوم أنساك كما نسيتني، وأما الثالث فيثني بخير ما استطاع وذلك فيختم الله على فمي وتشهد أركانه ويقال الفاقدين امتقي، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكون سحقا فكنا كنت أناضل، فذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عز وجل عليه. الحديث ده صريح جدا هو في صحيح مسلم، لأن ده كان كلام ده بعد ايه، بعد أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقالوا إنكم هل تضرون في رؤية الشمس هل تضرون في رؤية القمر، فإنكم لا تضرون في رؤيته إلا كما تضرون في رؤية أحدهما، أو قال فإنكم ترونه كذلك، فيلقى أحدكم ربه فيقول، أو فيلقى العبد ربه فيقول أي فل. فده في ثلاثة، اثنين كفار واحد منافق، وكلهم ايه لقوا الله عز وجل، فده دليل صريح جدا. قوله صلى الله عليه وسلم يرفعون رؤوسهم قد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، هكذا ضبطناه صورته، وقع في أكثر الأصول أو في كثير منها وقد تحول في صورة، وهو كذا في الجمع بين الصحيحين للحميدي والأول أظهر في صورته، وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق، ومعناه قد أزال المانع له من رؤيته وتجلى له، نحن نقول قد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة كما ثبت في الحديث، فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، هنا تقرير. قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، بدليل على أن الكفار من اليهود والنصارى وعباد الأوثان لا يمرون على الصراط بل يقعون في النار ابتداء، وإنما يمر على الصراط ويقع الموحدون وعصاة الموحدين يقعون. قال الجسر هو الصراط، انه قال ثم يضرب الجسر، كان ده الى المعدة الوسط، قوله صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. الجسر هو الصراط، ومعنى تحل اي تقع ويؤذن فيها، والظاهر هذه الشفاعة على الصراط وهي احد انواع الشفاعة الثابتة، سيأتي أنواع أخرى من الشفاعة، هذه الشفاعة للرسل كما يأتي الحديث، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل الأمور كما مضى. وتحل الشفاعة ويقول اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، والدحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه دحضت الشمس أي مالت، وحدة داحضة لا ثبات لها، وده تأكيد معنوي، دحض مزلة، نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، الخطاطيف جمع خطاف والكلاليب بمعناه، وهنا حديدة معقوفة ملوية يعلق فيها اللحم، نسأل الله العافية. وأما الحسك هو شوك صلب من حديد تكون، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، معناه أنهم ثلاثة أقسام، قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم. وأما مكدوس
هكذا هو في الأصول، كذا نقله القاضي عن أكثر الرواة. ورواه العذري مكدوش، معناه بالمعجمة السوق، والله أعلم السوق، وبالمهملة اللي هو بالسين مكدوس، كون الأشياء بعضها على بعض، تكدست منه تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعض. مكدوس يعني قد وقع بعضه على بعض، مكدوس في نار جهنم وقع فتكدسوا فيها. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانه الذين في النار. يعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه، أحدها استضاء واستضاء واستفاء واستقصاء، الذي عندنا هو إيه؟ استقصاء. استفاء واستقصاء الاثنين بمعنى واحد، الأول موجود في كثير من الأصول، والثاني هو الموجود في أكثرها، الثاني اللي هو استضاء، والثالث في بعضها هو الموجود في الجمع بين الصحيحين العبد الحافظ العبد الحق الحافظ، والرابع اللي هو استقصاء في بعضها اللي عندنا دي في بعضها. لم يذكر القاضي عياض غيره هو استقصاء، وادعى اتفاق الرواة وجميع النسخ عليه، وادعى انه تصحيف ووهم وفيه تغيير، ان صوابه وقع في البخاري باشد مناشدة من رواية ابن بكير باشد مناشدة في استقصاء الحق يعني في الدنيا من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانه. وبهذا يتم الكلام، وتوجه هذا آخر كلام القاضي عياض، وليس الأمر على ما قاله، بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحة لكل منها معنى حسن. وقد جاء في رواية يحيى بن بكير عن الليث: كما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار تعالى وتقدس إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم. هذه الرواية توضح المعنى، فمعنى الرواية الأولى والثانية أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه وسألتم الله تعالى بيانه وناشدتموه في استضائه وبالغتم فيه، لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانه. يعني المؤمن بيجتهد جدا إذا يعني يناشد الله عز وجل، دي على معنى استضاء، على معنى استضاء واستضاء، بمعنى أن الأمر إذا التبس الأمر يشتدون في الدعاء والمناشدة حتى يستضيء الحق، فهم يوم القيامة أيضا يفعلون ذلك. وأما استفاء واستقصاء فمعناهما أيضا ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استفاء حقه أو استقصائه، يستقصي أن يحصله كله، وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة. ودي على الرواية التي بالنسخة التي بين أيدينا، الاستقصاء سهلة واضحة المعنى، هي على نفس رواية الليث في رواية البخاري، بمعنى أن المظلوم أو من شعر بمظلوم غيره فهو يناشد الله مناشدة عظيمة في أن يستوفي له حقه وأن يستقصي له حقه ممن ظلم، فيدعو دعاء شديدا ويناشد مناشدة بالغة. فالمؤمنون يوم القيامة يناشدون مثل هذه المناشدة أو أشد، فليس مناشدة المظلوم في الدنيا لله عز وجل بأشد من مناشدة المؤمنين لله عز وجل لإخوانهم الذين في النار، يناشدونه لأجل إخوانهم، يناشدونه سبحانه وتعالى مناشدة لله، أي يناشدون الله، والنشيد هو رفع الصوت كما ذكر من قبل، ولإخوانهم أي لأجل إخوانهم في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة. والدليل على إثبات أخوة الإيمان وأخوة الدين رغم وجود المعصية، الأخوة الإيمانية لا تزول بالكلية مع ورود المعاصي التي يستحق صاحبها دخول النار ومع دخوله النار، وإنما تزول الأخوة الكاملة. وده يعني رد على من
احتج مثلا بقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في تكفير ترك الصلاة. لا يلزم ذلك، ممكن تبقى في نفي الأخوة الإيه الكاملة مع بقاء أصل الأخوة الإيمانية. قال القاضي ياض في قوله صلى الله عليه وسلم فيقول يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن امرتنا احدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. قال القاضي رحمه الله قيل معنى الخير هنا اليقين. قال والصحيح انه معنى ان معناه شيء زائد على مجرد الايمان، لان مجرد الايمان الذي هو التصديق لا يتجزأ، وانما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح او ذكر خفي او عمل من اعمال القلب من شفقة على مسكين او خوف من الله تعالى ونية صادقة. ويدل عليه قوله في الرواية الاخرى في الكتاب يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا، ومثله الرواية الاخرى يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي الحديث الاخر لاخرجن من قال لا اله الا الله. قال القاضي ياض رحمه الله فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الايمان، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وانما دلت الاثار على انه اذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الايمان، وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلا عليه، وتفرد الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده الا مجرد الايمان، وضرب بمثقال الذرة المثل باقل الخير فانها اقل المقادير. قال القاضي وقوله من كان في قلبه ذرة فكذا دليل على انه لا ينفع من العمل الا ما حضر له القلب وصحبته نية، وفيه دليل على زيادة الايمان ونقصانه وهو مذهب اهل السنة. هذا اخر كلام القاضي رحمه الله. قوله الايمان لان الذي هو التصديق الظاهر معناه التصديق الانقيادي او التصديق الذي ما هو عمل القلب، واما التصديق المجرد فليس بايمان، فان فرعون قد قال الله عز وجل عنه وقومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فالتصديق الشرعي هنا ليس الاصطلاحي عند المتكلمين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل التصديق يكون للجوارح ايضا، فهو من الاولى ان يكون التصديق اللي هو انقياد الجوارح ومخالفتها تصديق او تكذيب. قال والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه، فدل ذلك على ان التصديق الشرعي ليس هو مجرد التصديق اللي هو المعرفه، بل لابد ان يكون معه الانقياد والحب والخوف والرجاء وسائر اصل اعمال القلوب. وقوله التصديق لا يتجزأ ليس على طريقة المتكلمين، ولكن أصل التصديق وهو مجرد زوال الشك، فهذا لا يصح أن يتجزأ من جهة الكيفية، والمقصود به أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا الأقل منه يكون شكا ويكون كفرا أو تكذيبا، والله أعلم. فالذي يظهر كما ذكر أن هؤلاء الذين أخرجهم المؤمنون هم من معهم شيء زائد على أصل الإيمان الذي يتضمن أصل التصديق الذي هو زوال الشك، أما التصديق نفسه فزيد وينقص، لأنه هناك أنواع من التصديق، درجات مما يصدق به، أنواع مما يصدق به، يزيد بالكمية ويزيد بالكيفية،
وكذلك أصل الإيمان كما يضمن أصل التصديق ويضمن أصل الانقياد وسائر أعمال القلوب، أصل المحبة والخوف والرجاء وسائر أعمال القلوب. هذه الذرة من الخير أو الذرة من الإيمان أو أصل الإيمان فيها هذه الأمور. أما الذين يشبع فيهم المؤمنون فهم الذين عندهم ذرة زائدة على أصل الإيمان كما يدل عليها الحديث، وهو من أصح الأحاديث في عدم تكفير تارك الصلاة التكسل، وذلك أن أول من يخرج من النار الذين كانوا يصومون ويصلون ويحجون، فلذلك يخرجهم المؤمنون وليس هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط، ولا هؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدم. هذا إن مات من ترك الصلاة على التوحيد، وبه احتج العلماء القائلون بعدم تكفير تارك الصلاة. نعم ها للاثنين انظروا للملائكة والمؤمنين، لان الحديث قال بعدها شفعة الملائكة وشفع المؤمنون، فعندما يؤذن للمؤمنين تكون معه الملائكة في ذلك، لم يؤذن في الشفاعة فيهم اي في ان يتولى المؤمنون اخراجهم. قولهم كما قال صلى الله عليه وسلم ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا اي صاحب خير، اي زيادة على اصل الايمان كما ذكرنا. قال وكان ابو سعيد يقول ان لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا ان شئتم ان الله لا يظلم مثقال ذرة فان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولن يبق الا ارحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. شفعة الملائكة يقولها بفتح الفاء لما ذكرته ان كان غير الامام مسلم صحيح ولا خلاف فيه، فيقبض قبضة من النار معناه يجمع جماعة. طبعا ده سبب ايه؟ انكار الايه؟ انكار اليد. نقول يقبض قبضة من النار بقبضته سبحانه وتعالى، يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، معناه معنى عادوا صاروا، ليس بلازم في عادة ان يصير الى حالة كان عليها قبل ذلك، معناه صار. واما الحمم هو الفحم الواحدة حممة. نريد ان نعلم من الذي يطعن فيه من هؤلاء الرواة، نقراهم كده ونشوف مين اللي هيطعن فيه عشان يقولوا ان هذا الحديث رواية شاذة. ليس واحد من هؤلاء سويد ابن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري. مين المتهم حتى يضعف هذا الحديث؟ بعض اهل الجهل في زماننا يضعفون هذا الحديث مع انه اولا طبعا الرواية الاخرى بغير عمل عملوا خيرا قدموا اتفق على صحتها، ورواية لم يعملوا خيرا قط هي في رواية مسلم. من الذي يطعن فيه من الرواة؟ ومن الذي يتكلم من العلماء؟ هل هذا مما استدركه العلماء؟ حد من اهل العلم ذكر هذا ضمن المستدركات على البخاري ومسلم؟ هذا كلام في منتهى الفساد طبعا، لان طريقة يعني اهل البدع انه اذا لم يوافقهم لفظ حديث فهم على طريقتهم، اما ان يحرفوه واما ان يردوه، وهكذا يقرر البعض مثل هذا الكلام، يقول هذه الرواية لانها لا توافق مذهبه في تكفير تارك الصلاة مثلا. انا ما بقولش طبعا ان القائل بتكفير تارك الصلاة مبتدع، لكن الطريقة نفسها اللي يقول ان الرواية دي عشان تخالف المذهب ده يبقى يا اما نردها يا اما نأولها، هذا الطريقة ايه؟ طريقة غير سوية. ونقول انها رواية شاذة هذا كلام باطل ليس فيها شذوذ بل هي موافقة لسائر الروايات، لكن ده من ميراث اهل البدع انهم اذا لم يوافقوا لما يوافقهم لفظة في الحديث فهم على استعداد لردها، لأن الأمر قد تقرر عندهم قبل أن ينظروا في الحديث. فالواجب أن يشكل الإنسان اعتقاده وقوله وفتواه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنه يجعل الحديث تابعة لما اعتقده هو. بعض العلماء الذين يقولون بتخليد يعني تارك الصلاة يحمل هذا الحديث على يقول لم يعملوا خيرا قط الا الصلاه، يخصصه يقول هذا عام مخصص وهذا من اعجب التخصيص،
هذا لا يصح بحال. لمن تأمل سياق الحديث يجزم بأن الذين يصلون ويصومون ليسوا هؤلاء الذين يصومون، فضلا أنه يقول مثلا بأن كل المباني الأربعة كذلك يكفر بترك إيه؟ أي مبنى من المباني الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج. فواحد يصوم ويصلي ويحج ويزكي، يصوم ويزكي ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، ثم يقول بعد ذلك من آخر من يخرج ويقول المؤمنون عنه يا ربنا لم نذر فيها خيرا وليس ولم يعمل خيرا قط، فأي خير أعظم من الصلاة؟ فكونه يقول يخرجون قوما لم يعملوا خيرا قط إلا الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا من أبعد الكلام. وهم ليسوا هؤلاء الذين يعني قبضهم الله عز وجل، الذين يصلون ويصومون ويحجون أخرجهم المؤمنون والملائكة، هؤلاء بعد هؤلاء بلا شك. بعضهم يحمل هذا الحديث على من يكون في آخر الزمان إذا لم يجب عليهم الصلاة، لأنه يأتي عن الزمان لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا صدقة، حديث صلة عن هريرة. فهذا أيضا من أبعد الكلام. لماذا؟ لأن هذا الحديث اللي هو تنجيهم من النار، قول حذيفة لصلة تنجيهم من النار، وهو له حكم الرفع وروي مرفوعا، يدل على أنهم نجوا ابتداء، لأن هؤلاء لم تبلغهم هذه الواجبات فلم يكلفوا بها، فكيف يدخلون النار؟ لأن هذه في من وجبت عليه الواجبات فتركها وفعل المحرمات فدخل النار. أما من لم تبلغهم الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الصدقة فبالأولى سائر التكاليف، لأن آخر ما يفقد من الدين هو ليه؟ الصلاة. فتبين بذلك أن الصلاة في هذا الزمن أو في لهؤلاء القوم لم تبلغهم ولم تبلغهم التكاليف الأخرى، فهم غير مكلفين بها، فهم مثل من مات من المسلمين أول الإسلام قبل نزول التكاليف، وهم كامل الإيمان في حقهم، وإن كان غيرهم أكمل منهم لكن ده كمال نسبي بالنسبة لهم هم، لأن هذا الذي كلفوا به. ومن وجود تفاضل الإيمان وتفاضلهم فيما أمروا به وما كلفوا به، هذا قد أمر بلا إله إلا الله فأتى بها، فإيمانه كامل ناج لأول وهلة غير معذب في النار، ولا أهل الامتحان أصلا ولا أهل الإيه؟ العذاب. أهل الامتحان دول مشركين ماتوا على الشرك لم تبلغهم الحجة، دول أهل الامتحان. لكن دول قالوا لا إله إلا الله، إيه دخل الامتحان في الموضوع؟ ده الامتحان ده في من مات على الشرك يقول رب ما أتاني لك من رسول، لكن ده دول ماتوا على التوحيد اللي هم قالوا لا إله إلا الله ولم يصلوا ولم يزكوا ولم يصوموا ولم يحجوا ولم يلتزموا أي شريعة من الشرائع، أن الدين كله قد ذهب. هؤلاء لم يكلفوا إلا بإيه؟ بلا إله إلا الله، وقد أتوا بها، فدول ينجون من النار ابتداء، وكلمة ينجون من النار ده هنا ما دخلوهاش، أما هنا دول خرجوا من النار. فما ينفعش حمل الحديث ده على إيه؟ على الطائفة التي في آخر الزمان. فالحديث ده من أقوى الحجج على من يقول بتكفير ترك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة. نعم صحيح بلا شك ان قول لا اله الا الله من الخير وعمل القلوب من الخير ايضا، ولكن هذا الحديث معناه لم يعملوا خيرا قط اي من اعمال الجوارح، لان ذلك معلوم متفق عليه، والروايات الاتية تدل عليه. ممن يقول لا اله الا الله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والله وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا اله الا الله، فاذا ده من الخير من قالها اي مستيقنا بها قلبه صادقا من قلبه، لابد من رد اصل اعمال القلوب كما دلت عليه سائر الروايات. فلم يعملوا خيرا قط ليس معناه انهم ليسوا من اهل لا اله الا الله، اي لم يعملوا خيرا قط زائدا على اصل الايمان لا اله الا الله التي يقولها اخلاصا ويقينا وصدقا ومحبة وخوفا وزائلها فيها، ولكنها ضعيفة جدا. وده رد بقى على ابن القيم رحمه الله وابن تيمية يقولوا انه لا يستحيل ان يوجد في القلب الايمان او اصل الايمان ولا يسجد لله سجدة قط، لا وارد ان يكون ضعيف جدا لدرجة انه لا يثمر اي ثمرة ظاهرة. والحديث ده من اوضح الادلة، مسألة ضعف الايمان جدا لغاية ما يظهرش اثره ده وارد، زي بالضبط كده واحد في غيبوبة شديدة جدا ضعف اتصال الروح بالبدن لدرجة انه هو ما لا يظهر له اي حركة ولا احساس، ولكن ما زال فيه الروح يعني في اشياء خفية يعلمه الله سبحانه وتعالى. فمسألة ان هو يستحيل، من اين هذه الاستحالة؟ ان هو يقول لابد، نعم يستحيل ان يوجد الايمان الكامل ولا يظهر له اصل،
اما ان لا ان انه يستحيل ان يولد اصل الايمان ومجرد التصديق والانقياد القلبي اللي هو العزم ان يفعل يعني لو في المستقبل او في نحو ذلك او ضعيف جدا لا يظهر له اثر، هذا ورد على كل المعاصي اصلا. القضيه دي ورده انها تحصل، يقول ان ازاي ظهر ما ظهرش اثر الايمان على الزاني ومع انه موجود في اصل ايه القلب، موجود في قلبه اصل الايمان، ده ما ظهرش على السارق وشارب الخمر. ما القضيه دي فعلا مرجعها ما يشبه لما يقول كده يستحيل ان لو انا بيه اصل ايمان يرجع الى ما يشبه قول الخوارج، لان هو الكلام ده ممكن يتقال على اي معصيه، ان ازاي ما ظهرش اثرها؟ لو هو صدق بيها لازم يتركها. ايوه لو صدق بيها التصديق الايه الكامل واستحضرها في قلبه، اما انه ممكن يوجد تصديق ضعيف وانقياد ضعيف جدا في القلب يوم ما يظهرش اثر على الجوارح، فهذا هو الايه الموضع النجاء، بل هذا في الحقيقه سبب كل معصيه وهو ضعف الايمان وايه ونقصه. فما المانع من ان تكون اعمال الجوارح الظاهره من هذا الباب ايضا اللي هي الصلاه والزكاه والصيام والحج؟ هذا ليس بممتنع. اجتمع صح، بس المنافق اصلا كفر مش بسبب انه كان بيصلي وما يصليش، المنافق لوجود الكفر في قلبه. لا ده هم دول النفاق ده عندهم مضادات الايمان مش عنده صح، ده الايمان بالكليه لوجود ما يضاده. احنا هنا الكلام على الترك المجرد، ان في ناس لم يعملوا خيرا قط مش عملوا كفرا، والنقطه دي نقطه خطيره، ان بعض الجهله والمبتدئين ايضا يفتكر ان هو لم يعمل خيرا قط دي تعني ان اي عمل مش مهم، ان شاء الله عمل الكفر بانواعه وتلفظ الكفر بانواعه لا يحكم عليه بالكفر الا اذا ولد الكفر في قلبه. طب ما هو نطق الكفر وعمل الكفر دل على ولود الكفر في الايه؟ في القلب. يعني دي نقطه ثانيه، وهو ان الترك المجرد غير انه بيترك الواجب ويفعل الايه؟ الشرك. والعياذ بالله. ده هو المنافقين لو عملوا كل الواجبات وولد في قلبهم الشرك بالله فان ذلك يحبط ايه؟ كل هذه الاعمال. والعياذ بالله، لان الشرك محبط لجميع الاعمال. فالمنافقون انما كفروا لورود الكفر في القلب، ولم يكفروا لمجرد تركهم بعض الواجبات الظاهره، بل يؤدون الواجبات الظاهره ولكن لم تقبل منهم لعدم ورود الايمان في القلب لوجود ما يضاده، وجود ما يضاده ده احبطه وابطله وجعله معدوما، لوجود ما يضاده هو بغض الله، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، كراهيه ما انزل الله والعياذ بالله، او التكذيب والشك اللي هو حسب بقى ما نوع النفاق الموجود. خلاف النفاق العملي الظاهر اللي هو اذا حدث كذا واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، دي كلها نفاق عملي لا يلزم منه النفاق الايه؟ الاكبر. اصل التصديق زوال الشك والتكذيب. نعم. زوال الشك في وحدانيه الله والوهيته ده اصل الايمان. ممكن واحد ما يكونش عنده اكتر من دي. لا دي ما ده خلاص ده اصل الايمان. في تفاوت بقى من جهه الكميه. يعني من جهه الكميه ازاي؟ واحد بلغ لا اله الا الله فقام بقلبه التصديق بها وليس عنده الشك فيها. كويس كده؟ واحد بلغ محمد رسول الله فشك فيها يبقى نقضت لا اله الا الله. ماشي كده؟ وهو اللي قال لا اله الا الله محمد رسول الله اكمل ايمانا، مع ان الاثنين ده اصل ايمان في حقهم. استنى شويه بس، ان الاثنين ده اصل ايمان في حق كل واحد منهم. يعني اللي قال لا اله الا الله ده عنده اصل ايمان، واللي قال لا اله الا الله رسول الله من غير شك برضه ده عنده ايه؟ اصل ايمان. واللي قال لا اله الا الله محمد رسول الله عيسى رسول الله عنده ايه؟ اصل الايمان. بقى دول كلهم مع انهم متفاوتين في ذلك الاصل، بس كلهم ممن يقول لا اله الا الله وعلى الحد الادنى بالنسبه لهم. ومع ان اللي بلغوا محمد رسول الله او عيسى رسول الله او موسى رسول الله وكذبها بقى كافر. ماشي كده؟ او شك فيها بقى كافر. فاصل الايمان يتفاوت من واحد لواحد من جهه الكميه زي ما قلنا، اما من جهه كيفيه التصديق نفسه فلا اقل من زوال الشك. لا اقل من زوال الشك. شك ضعيف يعني ايه؟ ما احنا قلنا قبل كده مرات عديده ان في فرق بين الشك وبين الوسوسه. مفيش حاجه اسمها شك ضعيف.
الشك معناه سوء الطرفين، الوسوسه حاجه تانية غير الشك، ماشي كده؟ ولو سمي شكا فمقصود وسوسه هو يردها وعارف انها باطله ويضيق منها وفي هم وكرب بسببها، اما الامر عنده محتمل هو ده اللي بيشك. واخد بالك؟ قطعا، لان الايمان سب الدين عند الغضب وهو في وعيه، اذا اتجن اذا اصبح مجنونا يبقى خلاص ساقط عنه التكليف، لكن واحد في وعيه ثم سب الدين حين الغضب وهو في وعيه، يقول هذا في قلبه زال الايمان من قلبه ووجد في قلبه راضي من. نعم، لان الايمان يستلزم تعظيم الدين وتعظيم المعبود وتعظيم الرسول، لما يصل الامر الى زوال التعظيم وحصول ضده التعظيم ده عمل القلب ان يعظم هذا الامر، فلما يوجد لا في اللسان الاهانة والسب هذا اعظم انواع البغض واعظم انواع الاستهانة وعدم التعظيم، فزال التعظيم بالكلية وحصل ضد التعظيم في القلب، فهذا حصول الكفر في القلب. فنحن نستدل بوجود الافعال الكفرية من غير مانع من منع التكفير على وجود الكفر في القلب، مش ان احنا هنقول له اتستحل ذلك افي قلبك ذلك ام لا، ده جهل عظيم من قائله. ان احنا بنقول ان اللي قال هذا الكلام اللي ارتكب الكفر فعلا او قولا هذا دل دلاله قطعيه على وجود الايه؟ الكفر في القلب، الا عند وجود عوارض الايه؟ او مانع التكفير زي الخطا، اذا جاء يقول اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا بشده الفرح، واحد اكره مثلا يبقى تلفظ هذا مع كون القدر غير مختار ونحو ذلك من سائر الايه؟ لا دي موضوع ثاني بقى، ما تدخلناش في الدين بقى دلوقتي. احنا مالنا مسبب، احنا بنتكلم على بس قضية عمل القلب. اما مسألة بقى حكم سبب الدين مسألة ثانية بقى. لانهم لن يتركوا في المجتمع المسلم بغير صلاة. مش ان هو المجتمع المسلم، احنا بنتكلم دلوقتي واحد لم يدعى الى الايه؟ الصلاة ولم يعاقب على تركها. واخد بالك؟ ولذلك مات وهو لم يصلي، وده امر وارد جدا يحصل في كثير جدا من المجتمعات. اما انه زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتساب حد ما يصليش، هذا غير ممكن. ممكن يكونوا ما بيصلوش سرا، بعض الصلاة يتركونها في بيوتهم، ماشي كده؟ عشان ما يصلوهاش. ولكن اذا اضطروا قاموا كسالى. لكن ده مش معناه ان كل من تكاسل يكون منافقا النفاق الاكبر. زي لا يذكرون الله الا قليلا. في ناس ما بتذكرش ربنا اصلا. ماشي كده؟ ولكن دول منافقين، دي علاماتهم، دي من علامات النفاق وخصال النفاق اللي يعرف بيها. وكلما اجتمع عليه كلما دل على وجود النفاق لغايه ما يظهر منه النفاق الاكبر، او ما ظهرش ممكن دي تؤدي بيه النفاق الاكبر ولو لم يظهر. واخد بالك؟ وربنا هيحاسبه على النفاق الاكبر، دي علامات الظاهره اللي ربنا ذكرها كعلامات للمنافقين. ولذلك اذا قاموا الصلاه قاموا كسالى، ان هم كانوا لن يتركوا بغير صلاه. واي مجتمع مسلم لا يترك باجماع العلماء ان تارك الصلاه يستحق العقاب. يجب ان يعاقب. ودعاء الناس الى الصلاه من شروط بقاء الامامه للامام، ان هو يدعو الناس الى الايه؟ الى الصلاه، يدعوهم الى الصلاه بمعنى انه يعاقب من ايه؟ من تركها بالحبس عند ابي حنيفه، بالقتل عند الشافعي واحمد ومالك، باي وسيله من وسائل. مساله ان هو ما فيش عقاب عليها دي مش وارده عند في المجتمع المسلم. لكن وارد انه يحصل، وارد انه يحصل، وارد انه يخفى على الامام، وارد انه يضعف سلطان الامام في وقت من الاوقات وما يبلغش مثلا بهذا الامر فما يعاقبش. نعم وارد، ده اللي بيحصل وده المعهود. حتى ان بعض الحنابله يقولوا ان هو ايه؟ ان هو انما يحكم عليه بالكفر اذا دعي الى فعلها فامتنع، ويقولوا له جابوه بقى عند القاضي وهتصلي ولا لا. وده كلام له وجه قوي. اخر سؤال بقى. طبعا، بس هو الباب ده بنخبر بيه في المقام اللي احنا فيه للي بيصلوا ولله الحمد معلوم ان هم لن يتركوا الصلاه، ماشي كده؟ انما الكلام ده علشان مساله بناء الاحكام في هذا الباب والاعتقاد، لان بناء الاحكام ده باب خطير جدا، وهو ان الناس ربما تعامل ترك الصلاه بناء على ذلك، فالباب ده لابد ان هو يضبط من اجل هذا الباب. جزاك الله خيرا. قال: فيلقيهم في نهر في افواه الجنه. اما النهر لغتان، نهر ونهر، والفتح اجود نهر. اما الافواه فجمع فوها، وافواه الازقه والانهار اوائلها.
كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها، أفواه الجنة اللي هو بداية الأنهار، بداية هذا النهر، نهر أو نهر، فيلقون في نهر في أفواه الجنة، في مفتتح الجنة، مفتتح طرق الجنة، بداية طرق الجنة، يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل الذي تم شرحها. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. أما اللؤلؤ فمعروف بعض النسخ مدبيت كده، طبعا هي مش كده، فأما اللؤلؤ فمعروف أو فقد بين، قلنا في أربع قراءات تبع بهمزتين وبحذفهما وإثباته في أوله دون آخره وعكسه، إذا لولو ولؤلؤ ولؤلو ولؤلؤ. أما الخواتم فجمع خاتم، خاتم وخاتم، وقال أيضا ختام وخاتم. قال صاحب التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غيره تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها، قال معناه تشبيه صفائهم وتلألؤهم باللؤلؤ. قوله صلى الله عليه وسلم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء وتقاء الله، أي يقولون هؤلاء وتقاء الله، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، أي زيادة على الإيه؟ على التوحيد. زي ما قلنا ما ينفعش يقول زيادة على التوحيد والصلاة والزكاة والصيام، لأن الحديث ما هو ده اللي هو لما بيقولوا طب ما أنتوا تقولوا إن لا إله إلا الله خير، مش كده؟ ما احنا بنقول معناها، احنا قلنا زيادة على لا إله إلا الله، أنتوا عايزين تقولوا زيادة على لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ها؟ وما هي دي بقى الكلام عندهم كده. اما لوازمها لا ترك الشرك، وده قصد اللي اطلق كلمه لوازمها في الاول خالص، اللي اطلق كلمه لوازمها ان لا ترك الشرك بالله، مش قصده لوازمها اللي فهموه المتاخرون من اهل البدع ان هي الاعمال الظاهره كلها، ومعنى ذلك ان اللي يقول لا اله الا الله من غير لوازمها يبقى كافر وانها ما تنفعوش يوم القيامه، ما ده كلام الخوارج، ان لازم لا اله الا الله العمل الظاهر كله، ده لوازمها الكامل، لوازم اذا قيلت لا اله الا الله على الكمال، ولوازم التوحيد الكامل ان ياتي بالعمل، لان ده الايمان، الايمان الكامل الواجب. اما ان هو لا اله الا الله ولا نعمل خيرا قط، الحديث ده والاتي حديث انس رضي الله عنه، ده في ناس دخلوا النار فداء فلم ياتوا باللوازم الا ترك الشرك. ترك الشرك ده مقصود اصلا الشيخ محمد بن عبد رحمه الله لما بيتكلم على بلوازمها دي وكلام المتقدمين من العلماء. لا ما فيش كده شويه، استنى لسه بتتكلم الثاني منه. زاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا خير ولا قدم قدموه، هذا مما قد يسال عنه فيقال، قال النووي لما لم يتقدم في الروايه الاولى ذكر القدم ولا قدم قدموه، لما تقدم ولا خير قدموه، واذا كان كذلك لم يكن لمسلم ان يقول زاد بعد قوله ولا قدم اذ لم يجد القدم ذكر، يقول ده مش زيادة، دي أصلا كلمة تانية. وجواب أن هذه الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها ولا قدم بدل قوله في خير وقع فيها الزيادة، فيها زيادة تانية غير دي، يعني هيقول ده فيها تغيير وزيادة ونقصان، بس الإمام مسلم أشار إلى التغيير وأشار إلى الزيادة والنقصان بقوله زاد ونقص، ده من دقة الإمام مسلم رحمه الله، كلمة زاد ونقص غير 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 جاب كلمة وطرح إيه؟ كلمة، فقال في الرواية غير عمل عملوه ولا قدم قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم مثلهما، يبقى زاد لكم ما رأيتم مثلهما، وهو جاب اللفظ المتغير عشان يبقى دقيق جدا في الكلام. القدم معناه الخير كما في الرواية الأخرى. يقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال مسلم رحمه الله حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشري عن ابن المفضل عن ابي مسلمه عن ابي نضره عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس اصابتهم النار بذنوبهم او قال بخطاياهم فاماتهم اماته حتى اذا كانوا فحما اذن بالشفاعه تجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على انهار الجنه، ثم قيل يا اهل الجنه افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبه تكون في حميل السيل، فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالباديه.
كل قولي هذا واستغفر الله. خطأ، لم يبقى إلا أرحم الراحمين، أشهد شفاعة رب العالمين. الشفعة أصلا الزوج، فهذا لم يقع يشفع لنفسه، لا يقال شفع لنفسه، إن هو أصلا إيه؟ هو سبحانه وتعالى الأمين، لا لم يرد هذا اللفظ. نعم، ها علي صوتك. ماله على الوسيلة أفضل أقول فين ده ليش في قبل مصور كيست كما تنبذ الحبة إلى جانب السيد ألم تروها كيف تخرج الأفراء منتوية؟ نعم صح، يظن في صورة تانية انه رأى في صورة وهو عديم العلم، اخبره فيكون يظن في صورة تانية من صور الرب انه شافه في صورتين قبل كده. لا ده هو الجنة ده نهر الكوثر يصب منه ميزبان في الحوض اللي في العرصات قبل ما يخشوا الجنة قبل الصراط في النهر. الناس اللي هيردهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول قبل الدخول وهينجو القليل بس.